وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة سارة سبت، مدير تنفيذي لإدارة المخاطر في مجموعة طيران خليج القابضة. أهلا بك في نشرة الثالثة. ماذا يعني لكم حصول شركة مطار البحرين على هذه الشهادة للمرة الثانية؟ يعد هذا الإنجاز بمثابة ضمان للشركاء والجهات المعنية بشركة مطار البحرين بما فيهم المسافرين والعملاء وشركات الطيران والسلطات التنفيذية على اتباع الشركة لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة. تتبع شركة مطار البحرين نهجاً اتباقياً مستنداً على التطوير المستمر والسعي المتواصل لتلبية الاحتياجات المختلفة لشركائها، إلى جانب حرصها على معالجة التحديات والحد من المخاطر وتعزيز الأداء العام للأنظمة الإدارية الخاصة بالجودة، الصحة والسلامة والبيئة. نعم، أيضا ما هي معايير الحصول على هذه الشهادة؟ حصلت الشركة على تسجيل شهادة الآيزو بعد اجتيازها بنجاح معايير التقييم الشاملة وإجراءات التدقيق المستفيضة لعملياتها الداخلية المتعلقة بإجراءات جودة الخدمات والإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الموظفين العاملين في الشركة والمطار، بالإضافة إلى السياسات المتبعة للمحافظة على البيئة. ويؤكد هذا الإنجاز التزام شركة مطار البحرين بتقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجات عملائها وتتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المختصة. نعم، السيدة سارة سبت، مدير تنفيذي لإدارة المخاطر في مجموعة طيران خليج القابضة، شكرا جزيلا لك.